أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم، وعنوانها الرئيس: الجزائر أزمة نقص المياه وخيار الريع واستغلال الغاز الصخري. تشهد مدينة تيارت في غرب الجزائر غليانا شعبيا كبيرا بسبب أزمة الماء الصالح للشرب على مستوى أغلب أحيائها وبلدياتها، وقد خرج العشرات من المواطنين للاحتجاج على الوضع بغلق الطرقات في نقاط عديدة ووضع المتاريس والعجلات والحجارة. وتقدم تيارت نموذجا لأزمة نقص المياه في الجزائر وعموم المنطقة، رغم أن هذا العام كان معقولا بالنسبة للجزائر من حيث تساقط الأمطار. ويشكل الماء مع تغير المناخ والاحتباس الحراري تحديا كبيرا، وتوقعات حتى بأن الحروب والصراعات العالمية في المستقبل ستكون على المياه. وفيما يتم الحديث عن توفر الجزائر على احتياطات مائية جوفية كبيرة في جنوبها، يتجه خيار السلطة إلى مزيد من الإدمان على الريع، حيث وقعت شركة سوناتراك قبل نحو أسبوع اتفاقا مبدئيا مع شركة إكسون موبيل الأمريكية يمهد الطريق لاستغلال الغاز الصخري بكل ما يجدده ذلك من جدل حول المخاطر على الثروة المائية من حيث التلوث وحاجة استغلال الغاز الصخري لكميات ضخمة من المياه. اللافت أن الخطاب الرسمي والإعلام في الجزائر أبرز هذا الاتفاق بكثير من الاحتفاء مع الشركة الأمريكية، لكن تم تجنب أو بالأحرى التعتيم على الحديث على مشروع استغلال الغاز الصخري الذي كان توقف في عهد بوتفليقة بعد احتجاجات شعبية عارمة في الجنوب. كان من أبرز وجوهها الناشط محمد قاسمي من أضرار الذي ما زال يقبع في السجن منذ أكثر من 3 سنوات، وتم تحويله من سجن أضرار بمئات الكيلومترات بعيدا عن عائلته. يحتج سكان ولاية تيارت شمال غربي الجزائر تشح حنفياتهم بالماء في عز الحر وأياما قبل حلول الانقلاب الصيفي. لا يطيقون حياة تغيب فيها المياه عن تدبير شؤونهم اليومية. اختاروا الشارع لإيصال رسالتهم لكل المسؤولين عن حرمانهم من حقهم في الحصول على مياه يدفعون فواتيرها ولا تصل على القدر الكافي لهم. ليسوا وحدهم، إنهم سكان الولاية وثلاثة من بلدياتها. وهنا يلخص والي تيارت الإشكال. لقد جف سد بخدة. يعلن والي تيارت عقب ذلك عن برنامج استعجالي لتسيير أزمة المياه الخانقة، إلا أنها لن تكون بنتائج تريق مياه الحنفيات لسكان تيارت، فذلك سيأخذ وقتا. يؤكد الوالي أن الحل المتاح هو تزويد سكان عاصمة الولاية خلال شهر جوان عن طريق الصهاريج المسخرة من الولاية في عدة ولايات، لكن لا يعرف إلى متى ستستمر الأزمة وإلى متى سيستمر التزويد بمياه الصهاريج إن حدث. تيارت ليست وحدها، قد تكون البداية لأزمة معتادة كل صيف تشح فيها المياه عن بيوت الجزائريين، ولا تتدخل السلطات إلا بالحديث عن خلايا أزمة من دون حلول عملية وفق منتقدين. ندرة المياه وتغير المناخ الخطر المحتق بكثير من الدول العربية، لا تستثنى منها الجزائر، وقد ذهبت لربط اتفاقات لا تراعي ذلك الخطر من خلال إبرام اتفاق بين سوناتراك والأمريكية إكسون موبايل التي فهم على أنه متعلق بالاستثمار في الغاز الصخري. إنه مشروع يتطلب كثيرا من المياه، وذلك ما يتعارض مع أزمة مياه تعرفها عدة بلديات، في وقت اكتفى بيان شركة سوناتراك أن الاتفاق يسمح بتطوير موارد المحروقات في حوض أهنات وجرارة بالتركيز على التميز العملياتي والابتكار التكنولوجي واحترام البيئة وعلى إقامة استغلال مسؤول ومستدام للموارد الطبيعية. معنا في النقاش بداية من تيارت محمد قندوز المكلف بالإعلام في حزب الكرامة. مرحبا بك سي محمد قندوز. قبل أن نبدأ معك في النقاش،
نسمع ما يقوله والي تيارت في موضوع أزمة المياه ثم نتوقف على المشكلة معك. نتابع. راي عند الفلاني كاين بالعربه الفلاني الله يرضى عليك يعني كاين بعض الاحياء اللي يشربوا 1/5 1/6 لكن فيه احياء اخرى يعني هي حقيقه سيد والي ما على باليش اذا تلحقك ولا لا 1/25 1/30 يعني اليوم اذا كان على سبيل الحصر لا على سبيل المثال على سبيل الحصر حي اليوم حمداني عده ولا حي الصنوبر اليوم 23 يوم حتى اليوم جاهم هذو يعني احياء في الطابق السفلي يعني ما نحكوش على العمارات اليوم ما لحقهمش. لا هو الموضوع كارتي بكارتي درنا التشريع تاع الوضعيه باش نصرحكم عندي الوضعيه هذه وانما اون ريزون دون لا مويان حنا اون اون مويان باسكو دون لا ديستريبيسيون دلو راه قلت لكم عندنا دي ريزيرفوار في تيارت عندنا 10 سيري كل واحد بواحد المشكل اللي كاين بين عندنا ان كرون ريزيرفوار في الزماله هو اللي زعما يدير لانتر كونيكسيون دارت بارسيالمون وهذه اللي اكدناها مع الوزير بعض الاحياء القديمه يا بروبليم دو ريزو هل الاحياء محمد قندوز انت في تيارت في عين المكان اين الخلل وهذه الازمه وهذه الشكوى من المواطنين هذا الاحتجاج حتى والخروج الى الشوارع في مقابل خطاب رسمي والازمه ليست جديده. السلام عليكم الاخ جمال. وعليكم السلام. تحيه لكم ولكل الاخوه. اولا شاهدنا في تقريركم حديث السلطات المحليه في تيارت عن من عمق الازمه. ولكن وجب يعني اننا نضع اضاءات على هذا المشكل. والتي كي نرجعوا للاصل المشكل احنا نتمناو قبل ما نرجع لكم للمشكل نتمناو انه ساكنه ولايه تيارت او مدينه تيارت بالخصوص نتمناو انهم يعني يتعقلون نتمناو ان يعني هذا الازمه هذه عابره ان شاء الله وكلنا رانا عايشين في تيارت احنا البارح يعني كنا في تقريبا حتى للساعات الاولى من الصباح يعني كنا في وسط هذه الاحتجاجات وكنا نحوسوا على الناس العقلاء اللي نجموا نتكلموا معاهم من اجل الحفاظ على المكتسبات مدينه تيارت والحفاظ على الهدوء يعني بالعوده الى يعني صلب المشكل يعني حتى المستمع الكريم يعرف هذا الازمه اللي فعلا هي ازمه يعني نعطيكم بالارقام واش راه صاري في تيارت يعني مدينه تيارت تزود يوميا ب 40,000 متر مكعب مقسمة إلى شطرين 32,000 متر مكعب اللي هي من السدود و 8,000 متر مكعب اللي هي من الآبار يعني هذا العام كان هناك جفاف كبير والسدود يعني جفت وبالتالي 32,000 متر مكعب ما يعادل 80% من مياه الشرب لساكنة مدينة تيارت يعني توقفت بسبب جفاف السدود بقيت 8,000 متر مكعب يعني اللي هي من الآبار الحالية المتواجدة يعني اللي راهي موجودة وقعت فيها أزمة في توزيعها على ساكنة مدينة تيارت. احنا نتفهموا الغضب لأننا جزء من سكان المدينة واحنا كذلك رانا متأثرين بهذا المشكل اللي راهي تعاني منه مدينة تيارت. السلطات المحلية يعني والكل يعلم وتقريبا والي تيارت في كل مرة راه يدير تصاريح يعني صحفية ويطلع الرأي العام على كل الخطوات اللي دارتها يعني مجهودات الدولة من أجل القضاء على هذه الأزمة كاين حلول آنية وحلول متوسطة احنا كي نذكروا الحلول الآنية هو أنه جندت يعني صهاريج يعني كثيرة من أجل تزويد سكان مدينة تيارت بالمياه نتوقف عند الصهاريج هنا ربما حدث خلل في كيفية توزيع من طرف أصحاب هذه الصهاريج إلى أحياء مدينة تيارت
ربما حدث خلل كذلك في التوزيع تاع مديرية المياه نظرا لشح المياه لأنه انقطعت موارد المياه من السدود. إذن الحلول الآنية وقع فيها خلل، لماذا؟ لأنه الأزمة فعلا أزمة يعني كبيرة في سكان مدينة يارد، والحلول المتوسطة يعني كاين مشروع لتحلية مياه البحر القادم من إسغاليل، كاين مشروع آخر لجلب المياه من 9 آبار من مدينة من بلدية يعني سرقين حوالي بلدية قصر الشلالة الولاية المنتدبة، 9 آبار يعني عميقة من أجل تزويد مدينة يارد والبلديات الأخرى من المياه الصالحة للشرب. ولكن ننوه فقط لفكرة الأخ جمال، ننوه لفكرة فقط، هو يعني الظرف الحالي لهذه الاحتجاجات العنيفة. لماذا؟ لأنه احنا درنا دعوات للتعقل، درنا دعوات لإيصال الانشغال لا يكون بهذا الشكل. البارح كنا في عمق أحياء مدينة يارد كانت مقطوعة يعني إلى ساعات متأخرة. ولكن ها هؤلاء، أنت قلت هذه الفكرة، ولكن هؤلاء المواطنين خرجوا لأنهم سمعوا كثير الخطاب الرسمي. القصة ليست جديدة يعني، وبالعكس يسمعون خطاب كبير إنجازات، سنسمع ما يقوله تبون، مشاريع ضخمة لتحلية المياه، ويسمعون كلاما كثيرا، بينما كنا نسمع الوالي يسأل بأنه مناطق فيها 25 يوم يعني ما فيش مياه. هل الحل في السهاريج هذه، أم أنه الحل يجب أن يكون حلا يعني يرضي فعلا الناس الذين يعانون، وأنت تعرف المعاناة وفي ومن فعلاً المدينة. فضل. فعلا الأخ جمال، إحنا كنا نتبع في المشكل هذا تقريبا راه عنده حوالي يعني عنده مدة من اللي طرح جفاف سدود في ولاية يارد. اللي شفناها احنا في السلطات او مجهودات الدولة الجزائرية انها وضعت برامج لحلول، هذه الحلول اللي هي يعني على ارض الواقع، ربما الدراسات الموجودة ممكن اختيار المقاولات او اختيار يعني شركات الانجاز موجودة. يعني كي تشوف انت مياه تحلية البحر مثلا من مستغاليم الى غاية يارد حوالي 120 كيلومتر، تشوف كذلك من عجر مايا أو بلدية سرقين اللي بها 9 آبار عميقة كذلك حوالي 90 أو 100 كيلومتر، تشوف يعني المشاريع هذه الواعدة التي ستقضي على مشكل الجفاف. هناك نقطة أخرى أخ جمال، يعني في تسيير هذا المشكل تاع المياه الجزائر، يعني أنتم ذكرتم المياه الجوفية التي يعني عندها أو تعنى ب عناية خاصة من طرف الدولة الجزائرية. طيب سنأتي لهذه، هذا سؤال، إذا كانت فعلا تعنى أم لا، لأنه الاتجاه لاستغلال الغاز الصخري بكل مخاطر ذلك. دقيقة الأخ جميل، يعني حتى نعطي لك فكرة معينة في تسيير المياه الجوفية في الجزائر، يعني فيها يعني قانون وفيها إجراءات علمية واضحة من أجل الحفاظ على المياه الجوفية. في السابق يعني كما هو معمول به في كل الولايات، المياه الصالحة للشرب يعني مصدرها الأساسي السدود، حفاظا على المياه الجوفية التي ربما يستخرج منها الماء أو يلجأ إليها كحل إذا حدثت أزمة عطش كما يحدث في مدينة يارد. طيب. ولهذا فالحمد لله مدينة يارد، يعني نعطيك معلومة أخرى، أو ولاية يارد يعني بها مياه جوفية كبيرة، بقي فقط أنها تستعمل حاليا في وقت. طيب خلي على ما أعتقد أعطيتك ما يكفي من الوقت لتضعنا في صورة الوضع في تيارت. طبعا هذه وجهة نظر، ربما الذين يشاهدون المواطنين من تيارت قد تكون لهم وجهة نظر أخرى، هم الذين خرجوا للاحتجاج. لكن نشرك معنا في النقاش الآن وانضم إلينا الدكتور حميد علوان، الأستاذ الجامعي المحلل الاقتصادي. دكتور حميد، قبل أن نسمع منك نسمع تبون ما يقوله في سياق المياه، وذكر رقما مهولا، 1,300,000,000 متر مكعب من المياه الجزائر حققتها وستحققها بنهاية هذه السنة في خطابه في الأمم المتحدة. نتابع. على ذكر المياه، فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024
إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا إن شاء الله. 1,300,000,000 متر مكعب يوميا. 1,300,000,000 متر مكعب يوميا. 1,300,000,000. إذا كان هذا خطاب تبون في الأمم المتحدة. قطع الاتصال بدكتور حميد علوان، راح الانترنت وراح الضوء وراح الماء، كذلك محمد قدوز. يعني لافت أنه تبون يعني بالعكس يتحدث عن إنجازات كبيرة في الأمم المتحدة، وإن ذكر رقما مهولا، يعني طبعا 1,300,000,000 متر مكعب من المياه يوميا. هذا يعني البعض يمكن جمع كل مياه البحر الأبيض المتوسط ولا يتم يعني الوصول إلى هذا الرقم 1,300,000,000 متر مكعب. يعني الجزائريون يسمعون في تيارت مثلا، يسمعون هذا الخطاب، خطاب كبير، إنجازات ضخمة، ولكن لا يرون ذلك في الواقع، يرون عطشا وأزمات. والله شوف الأخ جمال، بالعودة إلى الاستعمال السياسي لبعض الأزمات، احنا ما نكرناش بلي عندنا أزمة تاع ماء، والأزمة هذه يعني كنشوف المتسبب فيها أنه الطبيعة أو الجفاف. الدولة حاليا تقوم بمجهودات جبارة من أجل القضاء على هذه الأزمة. نعود يعني للاستعمال لهذه الصور والفيديوهات المتواجدة من أجل تقريبا نقدر نقول الضرر بكل موضوع حماية الدولة يعني تقريبا للأمن المائي. احنا شفنا انه فعلا الجزائر لها يعني عدة مشاريع، يعني نشوفوا 5 محطات الأخيرة لتحلية المياه البحر المتواجدة بفازا، ببومرداس، بوهران، بطارف، ببجاية، يعني وهذه المحطات يعني التي ستنجز او الكثير منها انجزت حتى خبراء يعني من الدول العربية وخبراء يعني أجانب قالوا أنها ستجعل الجزائر في مرتبة أولى عربيا وإفريقيا. ولهذا فنحن نرى أن أو كذلك في قضية تحلية مياه البحر أنها سياسة رشيدة من أجل رفع يعني قيمة أو رفع مقدار الوصول إلى الأمن المائي. وإذا حدث وأن وقع طارئ معين كما يعني موضوعنا في كتير، فذاك يعود لاسباب يعني قلنا قاهره طبيعيه والحلول موجوده. طيب. في حاله وحده سنستطيع ان مثلا نلوم المسؤولين اذا لم يتخذوا اجراءات فوريه او يعني اجراءات عمليه ملموسه، ولكن يعني الاشغال على قدم الوساق من طرف الدوله من اجل القضاء على هذا المشكل. ونتمنى الاخ جمال منا ان شاء الله على 20 يوم ولا شهر تستضيفني هنا ونعطي لك النتائج تاع كل المجهودات التي قامت بها السلطات في الجزائر، ونقول لك باللي المشكل قضي عليه نهائيا، خاصة اليوم تصريح السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء بتعليمة خاصة لولاية الجزائر، وأعطى مدة 40 ساعة من أجل القضاء على هذا المشكل. وهذه حاجة احنا نفرحوا لها لأنه يقام مجلس الوزراء من أجل القضاء على مشكل معين في منطقة ما من الجزائر، والاهتمام بكل مشاكل المواطنين، ويعني إصدار أوامر فورية من أجل القضاء على هذه المشاكل الموجودة في قضية الماء. طيب، يبدو أنه انضم إلينا دكتور حميد علوان مرة أخرى بعد الانقطاع المحلل الاقتصادي. دكتور حميد علوان، أرجو أنك تسمعون. أسمعك، جاء الصوت 100%. طيب، كنت أسألك عن ما رأيك، ربما سمعت ما قاله سيد محمد قندوز، إن جاء يعني هناك مشاكل فعلا، ولكن هناك جهود تقوم بها السلطة من أجل إجابة على أسئلة بينها أسئلة المياه. وتبون كنا نسمعه في المقابل يتحدث عن إنجاز كبير، رقم مهول، 1,300,000,000 متر مكعب، طبعا رقم يعني رقم بحر أبيض متوسط ولا يكفيه. محمد قندوز كان يقول لا، هذا يعني استغلال سياسي فقط للقضية، وأن هناك جهود فعلا، وأن هناك مسعى لإيجاد حل هذه المشكلة. مثلا في حالة تيارت
وتبون أعطى تعليمات فيما أسئلة كبيرة تطرح حول المقاربة فعلا في معالجة هكذا موضوع بمخاطره أزمة المياه. وإن هذا العام كان يشير قندوز أنه الجفاف هذا العام كان لحد ما عام معقول من حيث تساقط الأمطار في الجزائر، ليس كذلك؟ شكرا جزيلا سي جمال، تحية سلام لك مشاهدين ويا محمد من تيات. سؤالك سي جمال، الجزائر هي تعيش في مشاكل. المشكل الكبير هو الآن ربما اللي نطرحوه ما هوش مشكلة مياه، لأن في نهاية المطاف عملية تقنية فقط، هذه المشكلة ليست بمشكلة فعلا عندها وزن كبير في الجزائر، لكن هي مشكلة تقنية. أنا السؤال اللي نطرحه، إذا فعلا عندنا صدق النية مع ناس ولاية تيارت، لماذا الإعلام الجزائري ما يغطيش مشاكل مثل هذه؟ مثلا شفناها فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا سؤال واحد. سؤال اثنين، والي ولاية تيارت مع احترام، هل هو مثلا سيدوف ستاو 20 يوم ما جهش الماء مثلا؟ من هنا يبدأ طرح الأسئلة. إن كتسمع الإجابات تاعهم، يعني أن تحشد هذه الإجابات كمسؤول على رأس ولاية، لما يقول درنا وسينا. لا يا سيدي الفاضل، احنا أنا حسب المعلومات المتوفرة عندي، ربما إذا راني غلط صحح لي وليد تياري وسي محمد بنتي، أنا على ما أظن سبحيح كالبدوي والسبان سنوات ناقص المياه، يعني نظرا لعدم ما استحيته نظرا. للأسف دكتور حميد لا نسمعك بشكل جيد، يعني كنت أقول هناك سد فعلا، هو قيل بأنه هناك أزمة في السد، أنت تقول أزمة أنه السد بحسب فهمت منك بسبب أنه غياب الصيانة للسد وبالتالي هذه المشكلة، هل هذا ما كنت تقوله؟ لأنه لما كنا نسمعك كان يتقطع الصوت. أنا نقول بأن لما تسمع والي الولاية يجاوب الناس لما الاحتجاجات صارت في هذه المنطقة، وأنا مع الناس اللي يدعيوا إلى تهدئة الأجواء، احنا مقبلين على عرس كبير اللي هو الانتخابات، وسمت قندوزي شاطرني الرأي، لازم تكون التهدئة باش هذا العرس يفوت بطريقة جميلة جدا ونحتفلوا بيوم تنصيب الرئيس. لذلك أظن بأن المشكل ماهوش مطروح من اليوم، المشكل هذا السد الوحيد اللي يمد هذه البلديات في ولاية تيارت عنده مشاكل يعانيها منذ 3 سنوات، كان في كل سنة تنقص المياه بحوالي 25% إلى 30%، اليوم هو يصرح بأنه نشف. هل السلطات نشف يعني رقدنا ونضنا السد هذا نشف؟ لا، غير مستحيل. أولا هناك مشكلة تقنية عدم صيانته، ثانيا عدم تحضير استراتيجية أو بدائل لحلول، لأن المياه هو مصدر الحياة. ولذلك لما أنت تجي في آخر لحظة وتمد بعض الحلول وتعتبرها أنها حلول، وكان يكرر فيها سي قندوزي على أساس أنها حلول، هو اللي ثبتها الوزن يقول عن طريق ليسيتار، يعني هذوك لي كاميون بليسيتار لمدة شهر. أنا نسأل سؤال فقط سي محمد قندوزي، هل كل سكان مدينة أو ولاية تيارت عندهم دي ريزيرفوار باش يحطوا الماء اللي يجيهم في ليسيتار؟ الناس ما عندهمش كامل، كاين ناس فقراء ما يقدرش يشري سيتان ب 30000 دينار والسالير تاعو يديباس با لي 25000 دينار، دونك حنا في أزمة. هذه الأزمة الحلول اللي يطرح فيها السيد الوالي كان الحل الوحيد هو أنه يستقيل من المنصب ويقول باللي ما أديتش الواجب تاعي، منذ أنه الأزمة هذه كان لازم يطالعوا عليها، لأن كاين مديرية. ولكن هذه المشكلة مشكلة الوالي الأمانة يعني محلية، لا مشكلة غياب، يعني نظرة حديث عن وجود إنجازات وأموال، ماذا يمكن أن يفعل الوالي؟ يعني مع أنه طبعا المشكلة أكبر بكثير. سي جمال، إذا كان الوالي ما يقدر يدير حتى شيء، وش راه يدير التم؟ أنا ضميري ومن أخلاقيات، إذا كنت أنا يعطوني منصب في الدولة الجزائرية وما نقدر ندير والو،
ما نقدرش يعني على حسابك المشكله اعمق، يقدم الاستقاله لا ما يشغلش هذا المنصب، على الاقل يبرر الذمه تاعو امام سكان ولايه تيارت. اما تجي انت في اخر لحظه وتقول بان سكان ولايه تيارت يلزمهم 40 الف متر مكعب 300 الف ساكن، وانا هنا هذا الرقم هذا لما نقيسه بولايات اخرى، نعطيك مثال ولايه الجزائر فيها 6 ملايين على الاقل قاطن، بولايه الجزائر عندها اكثر من 6 ملايين متر مكعب، كي تحسب شحال يعني اذا درنا التوزيع العادل تاع المياه بالنسبه للسكان راح تلقاه 10 مرات بالنسبه لولايه تيار. هل المياه اللي يستعملها العاصمي مش نفس الكونتيتي اللي يستعملها مثلا اللي ساكن في ولايه تيار؟ هذا ديجا هنا يطرح الاشكال. بعدين تقول لي احنا عندنا 8000 او 10000 متر مكعب هي اللي بقات لهم اللي هي من الابار. هذا ال 10000 لو كان كانت عندنا استراتيجيه مسبقه كنا قادرين نستعملوا في كل 5 ايام مثلا توزع الى منطقه معينه باش تعوض 30000 اللي ما كانش. لكن لما توصل بعض المناطق 25 يوم او شهر ما يجيهمش الماء، هذو بشر يحتاجوا الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. وطبعا الماء 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 مساله استراتيجيه، يعني حتى هناك صراعات الان في العالم حول المياه، والحديث انه المستقبل ربما الحروب العالم في المستقبل على المياه. دكتور حميد علوان، طبعا في مقابل بلدان مثلا دول الخليج يعني ليست لها لا تسقط فيها حتى امطار مثل الجزائر يعني، ولا اشكال لها في المياه، لديها طبعا محطات تحليه المياه كذلك. طبعا الجزائر الان يتم الحديث عن ارقام مهوله تبون كنا نسمعه، ومحطات كان يشير اليها السيد محمد غندوز. ما حقيقه هذه المشاريع؟ طبعا قيل هذا الكلام عن هذه المشاريع في زمن لو تذكر بوتفليقه، وكان مكلفا بها حداد ببعض هذه المشاريع تحلية المياه، مع أن البعض يقول أن هذه المشاريع أيضا محطات مكلفة لأنها تستهلك كذلك طاقة كثيرة. شوف لما تجي تشوف هذا المشكل المطروح في الجزائر، أولا تسأل وزير الموارد المالية على ما أظن كاين اثنين أو واحد على الأقل راه مسجون، تعرف اللي كاين إشكال. ثانيا هذه الحكاية تاع الإنجازات تشبه إلى مصنع اللي موجود في وهران تاع الفيات اللي كل يوم في اول مره فتحوه قال لك ينتج او يصنع، خليني اونتر بارونتيز فعلا يصنعوا فيات، قال لك تصنعوا 70 سياره في اليوم. وبعدين الاشكال وين راه اليوم بعد 6 اشهر او 3 اشهر وين راهي 70 سياره يوميا؟ ما كانش. اذا لما نحكيوا على مثل هكذا مظاهر في الجزائر نحكيوا على الكفاءه في التسيير. أنا اليوم نقول لك بأن المدير من المدراء الولائيين يقول بأن ما تقلقوش رايحين شهر برك راه عنده راه الصيف مقبل. تقول باللي السد نزف، وانت تقول باللي 120 كيلومتر بعد على مستغانم، وانت تقول بأن اليوم إلى غاية اليوم هذا وين أنا أستعلي مجموعة باش يخدموا ليل النهار. الأشغال اللي باش توصل انت المال الناس من منطقة أخرى أو دير أبار ما راهيش برمشة عين. طيب. ما راهيش بعصا موسى، راهي بتقنيات، دراسة مشاريع، دراسة جدوى. سنأتي إلى التقنيات ودراسة المشاريع ومشروع الغاز الصخري والجدل الذي يثيره وعودته. طبعا الجزائر التي يتم الحديث عن توفر احتياطات على توفر الجزائر احتياطات مائية يعني جوفية كبيرة، في المقابل في الجنوب خيار السلطة يبدو يمضي إلى مزيد من الإدمان على الريع، حيث وقعت سوناتراك قبل نحو أسبوع اتفاقا مبدئيا مع شركة إكسون موبيل الأمريكية يمهد الطريق لاستغلال الغاز الصخري. نتابع. تم اليوم الخميس التوقيع على اتفاقية مبادئ بين مجمع سوناتراك الجزائري وإكسون موبيل الأمريكية، وستسمح هذه الاتفاقية للشركاء بدراسة الفرص المتاحة بهدف تطوير الموارد من المحروقات في كل من حوض أهنات وحوض قرارات. وقال المدير العام لمجمع سوناتراك رشيد حشيشي إن توقيع هذه الاتفاقية التاريخية مع إكسون موبيل خطوة كبيرة على صعيد النهوض بالموارد الطاقوية الجزائرية وتثمينها وتمكين البلاد من الانتقال إلى محمد قندوز. كنا اتفقنا على
استراتيجية أهمية ومشكلة وجودية حتى المياه. لافت الآن تتابع معنا أنه هذا اتفاق لاستغلال الغاز الصخري، طبعا الإعلام الجزائري والخطاب الرسمي لا يشير إلى ذلك، بينما التقارير الأجنبية وحتى تصريحات ما سربه مسؤولو الشركة الأمريكية يتحدثون عن اهتمام باستغلال الغاز الصخري. لماذا هذا التعتيم على هذا المشروع الذي في الحقيقة هو استغلال الغاز الصخري بكل ما يجدده من مخاطر على الثروة المائية للبلاد، التلوث، وأيضا حاجة المشروع الغاز الصخري استغلال الغاز الصخري إلى كمية ضخمة من المياه؟ أخ جمال، قبل من نجاوبك على سؤالك بغيت نصحح الأستاذ كمال، لأنه المشكلة اللي راها في تيارت حاليا فعلا مشكل عميق جدا. فقط نحن مع الساكنة ونقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، حتى نصحح الأستاذ كمال. فعلا السلطات في ولاية تيارت دايرة برنامج كل 10 أيام من أجل تسيير ما تبقى من مصادر المياه اللي هي تاع الآبار، يعني وقلنا أن السد يعني جف نهائيا. قال أنه لماذا هناك لم تكن هناك تدابير يعني لمدة في 3 سنوات. الدراسات كانت موضوعة فعلا من أجل تعويض النقص الفادح اللي يعني خلفه تدهور مستوى المياه في سد بقبة، ودراسات يعني كانت متقدمة والحلول كانت موجودة والتطبيق بتاعها حالي راه يعني على أرض الواقع. نسيت فقط اليوم في مجلس الوزراء تكلم السيد الرئيس على جلب المياه من سد شرقي الذي يبعد عن تيارت 42 كيلومتر بمشروع استعجالي من أجل القضاء على هذا المشكل نهائيا. الاستعمال كما قال الأستاذ كمال يعني ذكر الانتخابات الرئاسية وتهدئة الأوضاع، نحن نقول أن هناك نسبة مئوية كثيرة. لماذا؟ للأمانة وللإحاطة بالموضوع من كل جوانبه. البارحة فقط يعني قلت واحد الفكرة نعاود نوضحها مليح الأستاذ كجمال. البارحة كي كنا في وسط تلك المشاكل يعني في الساعات الأولى من الصباح، واش وجدنا عند الحواجز؟ وجدنا الأطفال الصغار، وجدنا المراهقين، بغينا نتكلموا مع الناس الكبار اللي نعرفوهم ممكن نعقلوهم من أجل عدم الذهاب إلى انزلاق الأوضاع والذهاب إلى تخريب ممتلكات المواطنين وممتلكات الدولة. لم نجد إنسان بالغ، بل وجدنا أطفال ومراهقين، وكانت فعلا طيب. ونؤكد أنها استعمالات يعني سياسوية من أجل أخذ الأمور إلى ما تحمد عقبة. يعني ما من استعمالات سياسية، يعني أيادي خارجية تدخلت في هذه الاحتجاجات ناس ضد الماء في تيارت، ماذا كيف؟ لم أفهم صراحة. لا اسمح لي الأخ جمال، لم أقصد أنه أيادي خارجية أو من هذا الشكل، ولكن الجو العام الظاهر على هذه الاحتجاجات والملاحظات اللي لاحظناها. يعني لماذا؟ أنا علاش راني نقول لك في هذه التفاصيل؟ لأنني كنت في قلب الحدث. طيب. أنا ما صدتش واحد كبير نهضر معاه البارح في الليل، صدت دراري صغار، صدت مراهقين، صدت حتى معوقين ذهنيا حاطينهم عند لي بارير تاع الطريق ما تيكش حتى. طيب يعني كاينين في يعني حسب كلامك كاين يعني أيادي داخلية مش خارجية في تيارت، أيادي داخلية هي اللي تحرك في الناس هادو، مع أنه طبعا هادو خرجوا فيما سمع من كلامهم أنهم يعانون من مشكلة. اسمح لي الأخ جمال، المعاناة نقر بها ونحن نعيش وسط هذا الشعب، وقلنا أنها أزمة بما تحمله الكلمة من معنى. طيب. وذهبنا إلى مسبباتها وذهبنا إلى المخرجات التي قامت بها الدولة الجزائرية من أجل القضاء عليها، ونذكر كذلك الاستعمالات السياسية والأخرى. طيب من مثلا من يريد استعمال هذه الاحتجاجات في تيارت؟ نسمي الأشياء بمسمياتها، هل لها علاقة بالانتخابات العودة الثانية اللي تبون من يعني؟ والله الأخ جمال ما لقيناش البارح مع من نتكلموا مع من نهضروا مع من مشغول يسقسوه، ولكن ب يعني مسح يعني خارجي وبملاحظات يعني اللي شفناها ورانا مسؤولين عن الكلام تاعنا ويهمنا الأمر تاع الولاية تاعنا، شفنا في عديد الحواجز
مراهقين واطفال ما تقدرش حتى تهضر معهم يعني في الظلام الدامس وفي المخاطر ويعني طيب طيب هذه طبعا يبقى ربما الذين يحتجون اكيد عندهم وجهه نظر اخرى. ما 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 رايك الان؟ وربما نسال الدكتور حميد علوان ما دام لم تجب وفضلت الحديث عن هذا الموضوع. دكتور حميد علوان، في خضم هذا الأزمة، أزمة نقص المياه وأزمة ليست في الجزائر فقط يعني الأمانة حتى كل المنطقة، السلطات الجزائرية تتجه لاستغلال الغاز الصخري، طبعا يتم التعتيم على هذا الموضوع في الاتفاق مع إكسون موبيل، يحتفي الإعلام الجزائري بالاتفاق مع الشركة الأمريكية، ولكن لا يقال معلومة يتم استقاؤها من الخارج ومن المصادر الأمريكية التي تتحدث عن القصة مرتبطة بالغاز الصخري، باستغلال الغاز الصخري الذي يعني مخاطر على البيئة وعلى الماء بشكل خاص يعني معروف. شوف سي جمال، قبل ما نجاوبك على السؤال الغاز الصخري نرجع برك لخويا محمد، هو يقول بأن هذه الاحتجاجات نتاع معتوهين ونتاع ناس سيدي مونغوليان ومراهقين وأطفال، ليش كان حتى باش الكلام هذا يصبح الشعب؟ وانا انا مانيش قاطر في ولايه تيارت، نقدر نصدق خويا محمد يا با بروبليم، ولكن كان على الاقل بما انه هو ينشط في المجتمع المدني ونائب رئيس الحزب كذا، كلم الاعلام الجزائري القناه العموميه والخاصه ويجي ويغطي الحدث ويورونا بلي هادو اطفال وهادو سيدي مونغوليان وخلاص، وحنا نعرفوا بلي فعلا كاين. واذا كان هادو راهم رايحين يخسروا العرس اللي رانا ننتظروا فيها، الاطفال ما نظنش، الاطفال عندهم عقليه، لان في نهايه المطاف انا شفت بعض المداخلات على اليوتيوب اللي نقلوها الوسائط الاجتماعيه، الوالي يتكلم مع ناس ساج وكانوا يسالوا في اسئله ضمنيه وحتى يعني عطاوا له دي تكنيك كيفاش نوصلوا نخرجوا من هذه الازمه. دونك سي محمد المعلومات اللي عنده بالك يسكن في خارج ولايه تيارت، هنا الله اعلم. اما على ولايه تيارت حسب ما نعرف انا وحسب المنطق على الاقل الاعلام الجزائري يغطي لنا ويوري لنا باللي طيب واللي ما تفسيرك للاعلام الجزائري لم يقل، نعود للغاز الصخري، لم يقل انه الاتفاق مع الشركه الامريكيه والاستغلال الغاز الصخري؟ ها تفسيري هنا نرجعوا لحكايه ثانيه. الان كي تسمع هذه الشراكه وشيء جميل حتى نكون موضوعي سي جمال، الجزائر تعتبر ثالث دوله عالميا في احتياط الغاز الصخري، هذا شيء جميل للجزائر، امكانيات كبار في المناجم تاع الجزائر. ثاني حاجه هو ان الجزائر تستحوذ على احتياطي كبير من الغاز الصخري بحيث هي المرتبه الثالثه كما قلت لك. دونك كي تشوف هذه الشراكه، انا السؤال اللي نطرحه على نفسي، الغاز الصخري ممكن الجزائريين يستعملوه بدي تكنيك بتقنيات عاليه جدا ونقدروا نستفادوا منه باش نديروا تنميه كبيره في الجزائر ونطوروا الاقتصاد الجزائري والقواعد الكبيره والهياكل في الجزائر. لكن انا السؤال اللي نطرحه على المشاهد وعليك انت وعلى خويا محمد، روح شوف إكسون موبيل اللي روكفيلر هو اللي أسسها في تكساس، شوف عدد الموظفين في سنة 2019 مثلا أو سنة 2020 ما ديباساتش 74 ألف موظف. روح شوف عدد الموظفين في سوناطراك، روح شوف مدخيل وعائدات إكسون موبيل اللي تتجاوز وتتعدى 844 ألف بليون بليون دولار، ما نحكيوش على المليار دولار. روح شوف مثلا شركه سوناطراك منذ 64 الى غايه اليوم مازال تحتو على شراكات، وهذه الشراكات العملاقه لان اكسون موبيل حبينا ولا كرهناي مؤسسه عملاقه ربما السادسه عالميه، هي مؤسسه ولكن هذا معروف. طبعا اكسون موبيل جاءت مهتمه بالغاز الصخري يعني وليس شيء اخر، لانه ليست مهتمه بالغاز تقليدي. لماذا التعتيم؟ لماذا لم يتم الكشف ذلك على الجزائريين دكتور حميد علوان؟ أم أنه الخشية منها حساسية الموضوع؟ كانت احتجاجات كبيرة وتم التوقيف على أساس، مع أنه طبعا هناك من يقول بأنه التجارب استمرت، والمفارقة أنه من كان أعلن تجارب حينها في 2012 تجارب الغاز الصخري في الجزائر وسميت حتى بتعلم الحفافة في
روسلي تاما وزير خارجية فرنسا حينها لورون فابيوس في زيارة هولندا إلى الجزائر، وقال بأنه ستتم هناك تجارب لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر، مع أنه باريس دراسات تؤكد أنها تعوم على بحار من الغاز الصخري، ولكن لا يراد استغلالها لمخاطرها البيئية. شوف هذه الإجابة تلقاها عند ديكلاراسيون اللي دارها النائب المدير العام تاع إكسون موبيل المكلف بالجهة تاعنا، دار وقال بأن عائدات الجزائر هي 90% من البترول، من الطاقة، 90% من النقد الأجنبي في الجزائر، و 90% هذا دليل بأن، وكأنه يريد يقول للمسؤولين في الجزائر ما قدرتوش تديروا تنويع اقتصادي، واليوم لجأتوا إلينا، لجأتوا لينا رغم أنوفكم. لذلك احنا بالأحرى الموضوع اليوم على مشكلة المياه في الجزائر، انت تعرف خويا محمد من ولايه تيارت يعرف بان المياه الموجوده في الصحراء واللي تكسبها الجزائر، لان الحرب القادمه على 30 سنه هي مش مشكله بترول، لان الطاقه راح ينبحثوا على ورانا في الطريق الصحيح العالمي اننا نوجدوا بدائل، لكن المياه ما فيش بدائل. ولذلك اليوم وجب المحافظه على النقد الموجوده في الصحراء. لذلك انا ربما نفتح قوس، وفي الأيام الأخيرة كنا نشوفوا القمح الجزائري في الصحراء وكذا، ولكن ولا خبير ولا صحيفة وطنية ولا قناة وطنية تقول بأن هذا القمح اللي انتجناه في الصحراء رانا خسرنا عليه كميات من المياه كبيرة جدا، واللي تتبخر وتروح إلى دول أخرى، إلى مناطق أخرى. هذه المياه اللي في نهاية المطاف القنطار تاع القمح اللي ننتجوه في الجزائر، وعلى هذه الدولة الجزائرية تقتني هذا القنطار من عند الجزائري أو اللي يزرع في الصحراء بحوالي 6000 دينار القنطار، رغم أننا لما نستوردوه من فرنسا أو روسيا أو شيء راح يكون أقل من 5000 دينار. لذلك أنا مستغرب، هل باش نديروا بهرجة أننا ننتج وأننا درنا إنجازات نروحوا بهذا المنطق لا اقتصادي لا عقلاني؟ طيب هذا المنطق لا اقتصادي لا عقلاني، محمد قندوز ما رأيك فيما يقوله؟ أليس الأولى الاحتفاظ بالثروة المائية مع يعني رهانات كبيرة على الغاز، على الماء بدل من الغاز الصخري، وعكس يعني الاستمرار السلطة على التركيز على الريع فقط، ليس الأولى بدلا من استغلال الغاز الصخري بمخاطره؟ أما أن القصة استمرار الريع بما يجنيه على المنتفعين من ذلك. شوف مع احترامي للأستاذ كمال، يعني هو يعني رأيه محترم على كل حال. أستاذ حميد علوان قصدك؟ حميد علوان. في قضية الحديث عن الغاز الصخري، احنا سمعناه قبيل الانتخابات الرئاسية في 2014، كما ذكرت الأخ جمال، قلت أنه حدثت يعني فوضى واعتقل من اعتقل. الحديث عن الغاز الصخري حاليا قبيل استدعاء الهيئة الناخبة، وكأن هناك أمر ما. المهم احنا نشوفوا لهذه الشركة اللي راهي تستثمر في الصحراء الجزائرية، نشوفوها ضمن القطاعات التي تعول عليها الدول الجزائرية في تنويع الاقتصاد الوطني، والحمد لله يعني الجزائر حاليا تخلصت من فكرة الريع النفطي أو الريع تاع الغاز، وهناك يعني بالموازاة مشاريع واعدة كالزراعة في الجنوب، كمشاريع الحليب في بلدنا في أضرار، كغار جبيلات، كالسكك الحديدية، يعني هناك مشاريع استراتيجية واعدة ستغنينا عن النفط وتغنينا عن الريع. ويعني بكل بساطة أستطيع أن أسأل سؤال لبعض المختصين، لماذا تقريبا يحاولون أن يلصقون مفهوم الريع يعني استغلال الغاز الصخري واستمرار للريع، ثم لماذا إذا كانت هناك لماذا التعتيم، لماذا غياب الشفافية والقول بأنه فعلا هو استغلال الغاز الصخري، وممكن إقناع الجزائريين؟ طبعا كثيرون غير مقتنعين، يعني الأفضل التعويل على أهمية المياه بدلا من استمرار الري، يعني وتنويع اقتصاد فعلي وليس بالكلام. يعني
شوف الأستاذ جمال، احنا في موضوع الشركة اللي يعني قامت معها شركة سوناطراك بشراكة من أجل استخراج الغاز، كل التصريحات الرسمية للدول الجزائرية والاتفاقيات التي أعلن عنها في تصريح صحفي من أجل هذه مع هذه الشركة هي من أجل استخراج الغاز وليست الوحيدة في الصحراء الجزائرية. وكما أسلفت قلت أن داخل في برنامج تطوير شركة سوناطراك وتطوير المصادر اللي تخلي الجزائر يعني رائدة في استخراج الغاز وفي تصديره إلى الدول الأخرى. المهم في هذا السياق، في هذا السياق طبعا نستذكر في هذا السياق تفضل نكمل فكرة فقط. ربما الفكرة الموجودة في الحصة مبنية على تكهنات أو مبنية على يعني استنتاجات غير رسمية أو لا، هذه مبنية 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 مؤكدة على تصريحات مسؤولين الأمريكيين وعلى تقارير أمريكية. طبعا هناك تعتيم في الإعلام الجزائري على عدم قول الحقيقة، يعني المصادر ممكن أن نرسل لك الروابط بالعربية مكتوبة حتى حرفيا بأنه لاستغلال الغاز الصخري، وحتى بلغات أخرى طبعا بالإنجليزية أيضا. نستذكر معك محمد قندوز ودكتور حميد علوان الاحتجاجات في عهد بوتفليقة ضد الغاز الصخري، والذي كان أبرز الوجوه فيها محاد قاسمي الذي يقبع الآن في السجن الناشط السلمي منذ أكثر من 3 سنوات وهو في السجن. مثلا مرحلة نتاع عين صالح ما هي إلا مرحلة من المراحل، بدات مرحلة اللي خرجنا فيها أضرار وخرجنا في ورقلة وقلنا يا ناس هاد الغاز يأثر على الصحة. اللي ما يعرفش واللي ما يفهمش يروح يمشي يقرا ويبحث في الكتب ويبحث في الانترنت، وكاين دلائل ما يسمعش للسياسات نتاع هذا الحزب العمال ولا حزب جبهة التحرير ولا حزب الرند، ما يسمعوش. حنا خاطينا هاد الاحزاب نتاع السلطه اللي تخدم اجنده نتاع السلطه اللي يتحمل المسؤول. اذا كان هذا محاد قاسمي فك الله واسره في السجن، وكان يشارك معنا بالمناسبه، نتابع مقطع من احدى مشاركاته معنا في 2016 حينها خلال الاحتجاجات على استغلال الغاز الصخري. سواء نتاع الخبراء ولا السياسيين ولا الوزراء تبقى امور هامشيه لا تهمنا. احنا الخطاب نتاعنا موجه للمجتمع للشباب، وبالتالي على النشطاء التركيز دائما على الخطاب يكون موجه للشباب ولعامة الشعب. لازم ينساو الخبراء نتاع السلطه وينساو السياسيين وينساو السعداليين وينساو السلطه ويبقاو متواصلين ويبقاو نفس الخطاب ويركزوا مليح على الاقل لمده نتاع اسبوع طويل اعتقد ان شاء الله فيها خير قادرين. من كان هذا محاد قاسمي دكتور حميد علوان. محاد قاسمي يقبع في السجن، طبعا هناك نشاطه في الحراك والنشاط قبلها في ضد الغاز الصخري، وهناك من يرى بأنه كل المتابعات انتقامية أيضا لما قام به حينها من نشاطه في الحراك وقبلها في احتجاجات ضد الغاز الصخري. يعني هل الجزائر بحاجة إلى مزيد من الريع ويعني استهداف هكذا شباب يحرص بالعكس على ثروة المفروض تفيد الجزائريين في عالم مقبل على صراعات على المياه وليس على شربي أو إدماني مزيد من الغاز؟ أوف سي جمال إذا سمحت المشاهد الكريم، لما تجيب مقطع تقول تدخل على الغاز الصخري واليوم مسجون راح تخوفني سي جمال. يعني اللي شارك بالك أنا وخويا محمد رانا مشاركين على الغاز الصخري ربما كنوا نفس المصير مع سي قاسمي، وعلى هذا عفيني مرة أخرى سي جمال. طيب. كي تجيب مشكلة الغاز الصخري عفيني ما تجيبنيش. طيب. ماذا عن الماء؟ يعني هل سؤال ماذا عن الماء؟ يعني فك الله أسر طبعا محاد قاسمي وهو بالعكس خرج حبا وفي الجزائر ودفاعا على ثروة الجزائر، بالعكس هؤلاء الذين يحبون الجزائر بالعكس يكرمون وليس ينكل بهم بهذا الشكل. دكتور حميد علوان، هل من مصلحة الجزائر الآن حتى اقتصاديا بالمخاطرة بمزيد من الريع منه بالعكس يعني تنويع الاقتصاد فعليا وأيضا الحفاظ على الثروة المائية، وهذه هي يعني إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه العالم المياه في المستقبل؟ شوف سي جمال حتى نجاوبك على السؤال،
اولا لازم يعرف المشاهد الكريم باللي عندنا كاحتياطي من يعني وكاله الطاقه العالميه تقول ان الجزائر استحوذ 20 الف مليار متر مكعب من الغاز، وهذا مكسب للجزائر. لكن في اللحظه هذه، في اللحظه هذه لماذا اكسون موبيل تجي للجزائر مثلا او توتال او هذه المؤسسات؟ انت كنت ذكرت وقلت في فرنسا باريس تعوم على الغاز الصخري، وهذه حقيقه. انا نقول لك بان الغاز الصخري الاحتياطي الموجود في الصين ما يعلم به الا الله. ثانيا الولايات المتحده الامريكيه كذلك لديها الغاز الصخري، ولكن في العصر هذا في هذه السنه السنوات الماجيه 5 سنوات القادمه التكنولوجيا اللي وصلنا ليها وصل لها العالم وهذه المؤسسات ما نقدروش نخرجوا هذا الغاز بلا ما نديروا اضرار جانبيه. وعلى هذلك توقف لكو دروفيان تاع هذا المتر مكعب من الغاز الصخري، وعلى ذلك الولايات المتحده الامريكيه توقفوا على الانتاج تاعو، ناهيك عن الاضرار اللي مدهم لنبضوا الموجوده في هذه المناطق. اليوم انا باش تشوف باللي هذه الاجابه وهذا الانجاز وابرام هذه الاتفاقيه المبدئيه، لانها هي اتفاقيه مبدئيه على كل حال، هذا جواب لسمو الكندوزي لما يقول نوعنا الاقتصاد. لو كان نوعنا الاقتصاد سوناطراف ما تلحقش باش تدير مثل هذه الخطوه، لان نعفيو مؤسسه سوناطراف من انها تكون الوحيده من المداخل بالعمله الاجنبيه والنقد الاجنبي. لذلك لم يكونش هناك تنويع، هناك خطابات للتنويع وربما خطابات سياسيه اكثر من انها واقعيه. ومن ثم الجزائر راح تعيش ازمات ماليه في المستقبل، لان مبنيه مداخلها او ايراداتها بالعمله الصعبه عن طريق الغاز والبترول. تصور انت ما يبقاش 84 دولار للبريل، والغاز ضعف 4 مرات، والمشكله الاوكرانيه الروسيه تحل، الجزائر راح تعيش ازمات. لذلك وكأن السلطه السياسيه في البلاد ومعاهم سي محمد خويا محمد اللي دافع على هذه السلطه السياسيه بطريقه غير عقلانيه، هذا تقديري ورايي، لان ما باش نديروا انجازات لجأنا مثل هذه الحلول. الان وشنو هو الاضرار اللي تجي من بعد؟ وكأن السلطه السياسيه الان الموجوده في البلاد ما يهمهمش، وكأنهم ما يهمهمش البلاد، ما يهمهمش مستقبل البلاد، لان المشكله الكبيره المطروحه مستقبلا هو مشكل المياه. طيب مشكل المياه وربما نتوقف عندها في نقاشات مستقبليه، ونستضيفك ونستضيف سي محمد قندوز كذلك في نقاشات اخرى. شكرا لكما. محمد قندوز المكلف بالاعلام في حزب الكرامه كان معنا من تيارت، والدكتور حميد علوان الاستاذ الجامعي المحلل الاقتصادي كما كان معنا من العاصمه. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. فكالله نستذكر محاد قاسمي الناشط السلمي، وفك الله اسره واسر كل المظلومين. من يومين كل الفريق اجمل التحايا والى اللقاء.